مشاهدينا أهلا بحضرتكم. التذبذب يسيطر على الذهب عالميا مما يؤثر على أسعاره محليا وسط ترقب من خبراء الذهب الفترة المقبلة حول قرارات الفيدرالي الأمريكي والتي سيعقبها تغيير في أسعار الذهب. أما الارتفاع أو الانخفاض فماذا سيحدث في سبتمبر ينتظره خبراء الذهب حول العالم؟ هذا ما سنوضحه الآن. وعلى جانب آخر أيضا الدولار يتراجع ويعود إلى أسعاره الطبيعية في البنوك بعد قفزة شهدها الفترة الماضية. تفاصيل أكثر عن الذهب والدولار سنوضحها الآن من خلال هذه التغطية الاقتصادية. أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية على المستويين العالمي والمحلي وسط ترقب لبيانات هامة. تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي والتي من شأنها أن تؤثر على أسعار الذهب والمتعلقة بمعدلات النمو خلال الربع الثاني من العام، بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يصدر نهاية هذا الأسبوع والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي. تراجعت أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، حيث هبط سعر الذهب عالميا مسجلا 2513 دولار الأوقية، ومحليا سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 3455. وشهدت أسعار الذهب العالمي تراجعا طفيفا خلال تداولات اليوم الثلاثاء، ليستمر في التذبذب اليوم الثاني فوق المستوى 2500 دولار للأونصة، ليبحث عن دافع جديد للارتفاع واختراق قمته السعرية الأخيرة بحثاً عن تسجيل مستويات تاريخية جديدة. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضاً اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2503 دولارات للأونصة، بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2517 دولار للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 2510 دولارات للأونصة ثم 2513 دولاراً. وفي سياق متصل، أصبح خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أمراً ثابتاً من وجهة نظر الأسواق بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول خلال الأسبوع الماضي أن الوقت قد حان لتغيير السياسة النقدية، لكن المناقشة الدائرة في الأسواق حالياً حول قيمة هذا التخفيض وعدد مرات الخفض هذا العام. قد تدفع الأسواق إلى الانتظار والترقب، حيث يتطلع المستثمرون إلى البيانات الاقتصادية القادمة لترسيخ آرائهم. ومحليا وعن أسعار عيرة الذهب المختلفة، فقد سجلت كالتالي مع العلم أنها تتغير حسب العرض والطلب. سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 3949 جنيها، ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 3455 جنيها. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2961 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 27640 جنيها. ومن جهة أخرى، طالبت شعبة الذهب بإعادة تطبيق مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار بسوق الذهب وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وقد ساهمت المبادرة في دخول حوالي 4 أطنان من الذهب بصحبة المصريين العائدين من الخارج، وهو ما ساعد على تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب، وهذا وفقاً لتصريحات شعبة الذهب.
مشاهدينا، من الذهب ننتقل إلى الدولار، حيث شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تراجعا تدريجيا خلال الأسبوع الجاري في جميع البنوك العاملة في مصر. وكان قد هبط سعر الدولار أمام الجنيه الأسبوع الجاري بنحو 20 قرشا. وكان سعر الدولار قد هبط هبوطا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليعود بذلك إلى مستوياته الطبيعية. وقدم بنك التنمية الصناعية أعلى سعر لصرف الدولار، فسجل 48 جنيه و73 قرشا للشراء و48 جنيه و83 قرشا للبيع. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي سجل 48 جنيه و65 قرشا للشراء و48 جنيه و75 قرشا للبيع. سجل سعر الدولار اليوم في بنك الأسكندرية 48 جنيه و65 قرشا للشراء و48 جنيه و75 قرشا للبيع. كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 48 جنيه و65 قرشا للشراء و48 جنيه و75 قرشا للبيع. ونختتم مشاهدينا بأسعار أشهر العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم. سجل اليورو 54 جنيه و66 قرشا للبيع و54 جنيه و53 قرشا للشراء. وسجل الجنيه الاسترليني 64 جنيه للبيع و64 جنيه و37 قرشا للشراء. سجل ريال السعودي 13 جنيه وقرش للبيع و12 جنيه و98 قرشا للشراء. وسجل سعر الدينار الكويتي 160 جنيه و32 قرشا للبيع و159 جنيه و92 قرشا للشراء. مشاهدينا، نصل إلى نهاية هذه التغطية الاقتصادية، بشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.